فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انتهت من النفاس وبعد فترة نزل عليها دم قطرات لمدة 3 أيام ولم تصلي فيها، فهل تقضي الصلاة علما بأنها لم تأتها الدورة إلى الآن؟ إن كانت أكملت 40 فالنفاس ينتهي 40، ولا يعتبر ما ينزل بعد 40 من النفاس، فتصلي ولو نزل عليها دم، لأنه يعتبر دم فساد، إلا إذا صادف عادة الحيض. إذا صادف عادة الحيض، دورة الحيض، فإنها تعتبره حيضا ولا تعتبره نفاسا، تجلس فيه على أنه حيض. أما إذا لم يصادف عادة الحيض فإنه لا يعتبر، فتصلي فيه. نعم.